اللغة العربية في خطر. لا أنا مش مصدقك. وعندي الدليل. إيه الدليل؟ ربنا قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن اللغة العربية مستمرة ومكملة معاك. لا 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 لا. اسمح لي أقول لك إن أنت غلطان. وبرضه عندي الدليل من نفس الآية اللي أنت قلتها. أنت لو عارف عربي صح هتعرف إن الذكر هو القرآن الكريم. يعني معنى الآية دي إن ربنا لآخر يوم ولحد ما تقوم القيامة هيحفظ القرآن الكريم. بس القرآن أداة اللغة، أيوة. لكن لو تأملت دلوقتي في شعوب شرق آسيا ومختلف دول العالم هتلاقيهم الناس المسلمين حافظين القرآن صم، يقدر يسمعه لك من غير ولا غلطة. لكن هل يقدر يتكلم عربي؟ لا. وهي دي الحقيقة المؤسفة، إن بعد شوية وقت لو بطلنا نطلع منتجات باللغة العربية، بطلنا نهتم بلغتنا، بطلنا نفهم إن إحنا في خطر، اللغة العربية هتختفي. زي ما قبل كده اللغة اللاتينية اختفت. اللغة اللاتينية فترة من الفترات كانت أهم لغة على وجه الأرض، كان بيتكلم بيها كل الناس، كل العظماء، كل النظريات العلمية، كل الموسيقيين. بس اختفت، بقت مصنفة على أنها لغة ميتة. يعني إيه ميتة؟ يعني محدش بيستخدمها ولا في منتج بيها. اللغة العربية ممكن يحصل لها كده؟ أيوة يا فندم، ممكن يحصل لها كده. يمكن مش بكرة، مش بعد 10 سنين، لكنه مصير قادم لا محالة لو فضلنا في نفس المنطقة من عدم الاعتراف بما نتعرض له من خطورة. طب أنا أقدر أعمل إيه؟ على الأقل يا أخي اكتب صح. أكتب صح ليه؟ يعني أكتب صح، ما أكتب غلط. لا، اكتب صح ليه؟ اقنعني. هقنعك. اكتب صح علشان ما تبقاش زي كارول سماحة، النجمة المشهورة اللي لما حبت تعزي زميلتها قالت لها ايه؟ تقدم بقى حرب التعازي فلطر كد. تخيلت روح كده قاعدة تركض في العزاء، احساس لطيف جدا. والست الله يكرمها خدت سف يوميها يكفيها لاخر يوم في عمرها. ما اقتنعتش. طيب اكتب صح عشان ما تبقاش زي الاهرام اللي خرجت محمد حسنين هيكل. القلعة عملت ايه الاهرام؟ لا مفيش اي حاجة، بس الست الوزيرة بعيد عنك راحت تفتتح او تضع حجر الاثاث. يا سلام، ده لو حجر الشيشة او حجر الفلاسفة كان الموضوع هيبقى منطقي. يا عم ده غلطة الاهرام، يعني ما توقفلهاش على واحد. حاضر يا فندم انا متأسف. طب بص كده ايه اللي مكتوب ده؟ واحد يعني الله يرحمه وفاة مسجون داخل قسم شرطة قاع بالقليوبية بايه بقى؟ السكتة القليوبية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا اللغة اتطورت يا جماعة، يعني معلش سهو الاوتو كوريكت عملها، ماشي انا مصدق. طب بالنسبة بقى للسجن 7 سنوات لموظف قتله زوج والدته ليلة زواجهما بالقاهرة، لازم السجادة. السجادة، شوف الخبر ده كده مين عمل ايه؟ واضح ان في حد اتسجن وحد اتجوز وحد اتقتل، لكن الله وكيل، محدش عارف مين اللي عمل ايه. وبرضه الاهرام اللي يبدو انها النهارده واخده معانا توكيل الاخطاء. ما اقتنعتش. طيب خلاص، شوف كده الخبر ده بيقول ايه؟ راجل اعتاد تفجير نفسه، زي ما حضرتك بتعتاد تغسل وشك، بتعتاد تفطر، بتعتاد تقابل اصحابك وتفسبك معهم على فيسبوك، الراجل اعتاد تفجير نفسه. يا نهار اسود، بصراحة أنا مش لاقي مخرج المرة دي. إذا أنت اقتنعت؟ أنا اقتنعت. الكتابة الخاطئة هتعمل حاجة من اتنين، إما إنها لن توصل المعنى اللي حضرتك عاوز توصله، أو الأسوأ توصله بشكل خاطئ تماما، والاتنين كوارث لازم نتجنبها. جميل جدا جدا جدا. طيب وأنا بكتب صح وارد إن أنا أقع في مجموعة من الأخطاء. هما 3 أخطاء أو 3 مجموعات من الأخطاء أنا ممكن أقع فيه. الأخطاء الإملائية، الأخطاء النحوية وليست النحوية، الأخطاء النحوية، ثم الأخطاء الأسلوبية. أنا مش فاهم حاجة، أفهمك. الخطأ الإملائي هو الخطأ اللي بيقع في بنية الكلمة. يعني مثلا الناس اللي بتكتب هذه بنقطتين هي المفروض هذه من غير نقطتين. الناس اللي بتكتب هذا حرف المفروض إن ينطق ولا يكتب، وهم بيكتبوه المفروض ما يتكتبش. الناس اللي بتكتب اسم بهمزة والمفروض كلمة اسم من غير همزة. اتجاه الموجودة في كل متروهات مصر تقريبا بالهمزة، وهي المفروض من غير همزة. الله، ده واحد صحفي الله يبارك له كان كاتب لنا هذه الكلمة على اعتبار ان لفظ الجلالة حاجة فخيمة قوي، فحط له كل الحروف اللي قبلها. همزت ماشي، دقت ماشي، والحمد لله ما حطش فصله. أو نوع آخر من الأخطاء الإملائية
يحدث نتيجة إن فكرك بيسبق إيدك فتكتب حرف مكان حرف، فتكتب كلمة زي الشلاشة وهي أصلها الشاشة. يبقى الأخطاء اللي ممكن نقع فيها هي ثلاث أنواع أو النوع الأخطاء الإبداعية، وده بيقع فيه حرف مكان حرف، حرف منطوق بكتبه، أو إن أنا أبدل الهاء مكان التاء أو أحط همزة ومفروض ما أحطش همزة. تاني نوع من الأخطاء هو الأخطاء النحوية. إيه الخطأ النحوي؟ الخطأ النحوي اللي بيقع في الإعراب، البعبع، ليفل الوحش. إزاي يعني؟ لو أنا قلت لك رأيت بنت جميلة، خلينا نتفق إن أنا عندي حاجة اسمها فعل وفاعل ومفعول. الفعل ببساطة هو تغيير في السكون، أنا واقف أهو ما بعملش أي حاجة، خدت خطوة، غيرت وضعي، هذا هو الفعل. كتب بقى، قرأ، رسم، ذهب، لعب، هو ده التغيير. هذا التغيير لا يحدث من تلقاء نفسه، لابد ان في حد بيقوم به، وهو ده اللي اسمه الفاعل. طيب هذا التغيير كان لاي غرض؟ ما هو لازم ليه تارجت، لازم ليه حاجه تتاثر به، ده اللي بسميه المفعول. يبقى الفعل تغيير في السكون، الفاعل من يحدث هذا التغيير، المفعول به من يقع عليه هذا التغيير، والمفعول دائما منصوب. لذلك رايت تغيير في السكون، اللي عمله تاء الفاعل، بنت، ده اللي وقعت عليها الرؤيه، هي دي اللي انا شفتها، فتبقى منصوبه، يبقى رايت بنتا جميله. سلمت على رجل، رجلا طيبا، لا دايما عارفين ان حرف الجر ممكن يجر جبل مش هيجر اسم، فما بعد حرف الجر اسمه ايه؟ مجرور، فتبقى سلمت على رجل طيب. ده اللي اسمه الخطا النحوي، انك تخطئ في كتابه تشكيل الكلمه. ثالث نوع من انواع الاخطاء هو اخطر واسوا انواع الاخطاء على الاطلاق، وهو الخطا الاسلوبي. ايه الخطا الاسلوبي ده؟ الخطا الاسلوبي كلمه مكتوبه املائيا صح، نحويا صح، لكنها تؤدي معنى غير المعنى اللي المفروض تؤديه. يعني بيقول لك، مش عارف مين اللي بيقول لك الحقيقه، بس هو دايما بيقول في المواقف دي، اثناء التوك بتاعنا حصل بعض الاثناء، كلمه اثناء مفردها ثني، الثاني، الثنيات، هذه اثناء القميص بتاعي. الله، بس انا مش قصدي، انا قصدي خلال. خلاص قول خلال، او قول في اثناء، كلمه او تركيب في اثناء على بعضه بيعني خلال. لو انت استخدمت اثناء يبقى انت بتتكلم غلط. كمان عندنا كلمه شهيره جدا اللي هي يقول لك بدون شك، ان هذه الحقيقه يعني بتتلخص بدون. انا عاوز افاجئ سيادتك ان مفيش كلمه في اللغه العربيه اسمها بدون. امال اسمها ايه؟ اسمها دون او من دون. امال بدون دي ايه؟ بدون دي كلمه حديثه دخلت القاموس لفتره قريبه، يمكن 100 سنه، ويشار بيها الى فقيد الجنسيه، البدو الرحل على اطراف المدن اللي بيبقى معاهمش لا جنسيه البلد اللي جاي منها ولا جنسيه البلد اللي قاعد فيها، فاقول لك هدول البدون فقيدي الجنسيه، لكن كفصحى مفيش حاجه اسمها بدون. اشهر خطا على السوشيال ميديا، انشاء الله، يكتبوا كلمه انشاء مره واحده. الانشاء هو الايجاد على غير مثال، اقول لك انا انشاء الله، اي ان الله انشاني ولم اكن شيئا. لكن حضرتك لو عاوز تقدم المشيئه عشان ربنا يفك عقدتك والموضوع اللي انت رايحه ده يتحل، فبتقول ان شاء الله، اي اذا اراد الله لهذا الامر ان يتم. فدي اللي بسميها الاخطاء الاسطوريه. يبقى انا عندي مش خطا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ثلاث انواع من الاخطاء، الاخطاء الاملائيه اللي بتقع في الحروف بتاعه الكلمات، الاخطاء النحويه اللي بتقع في الاعراب، ثم الاخطاء الاسلوبيه اللي بتقع في كلمات مكتوبه املائيا صح، نحويا صح، لكنها تؤدي معنى غير المعنى اللي المفروض تؤدي. فانا خلال كتابتي لازم اتعلم اتلافى الاخطاء الاملائيه والاخطاء النحويه والاخطاء الاسلوبيه. عظيم جدا. وانا بكتب هلاقي ان انا عندي ثلاث انواع من الكتابه، مش نوع واحد بس. كتابه المصحف، كتابه بنسميها الكتابه العروضيه، وكتابه بنسميها الكتابه الحديثه. كتابه المصحف ببساطه هي الطريقه التي كتب بها المصحف، وهو كتب بلغه قريش لان القران نزل على النبي في هذه الفتره التي كانت قريش تعيش فيها، واللغه تطورت منذ ذلك الوقت. مثلا زمان ما كانش عندهم نقط، كانش في كلمه نقط، كانش عندهم تشكيل، عشان كده اسلوبهم في الكتابه مختلف، اللغه عدتهم بمراحل. فبتلاقي عندهم كلمة الليل في القرآن الكريم مثلا مكتوب اليل بلام واحدة. فأنا مش مسموح لي في العصر الحديث إن أنا أستخدم لغة القرآن. لغة القرآن للقرآن، لا يكتب بها إلا القرآن ولا يكتب القرآن إلا به. عشان كده لما تيجي تكتب بره اكتب الليل بلامين، في حوالي 20 فرق في اللغة ما بيننا وما بين. فأول نوع من أنواع الإملاء أو الكتابة كتابة المصحف، ودي بتاعة المصحف ما بكتبش بيه.
تاني نوع بتاع العروض ده بتاع الناس زمان بتوع الشعر اللي كانوا بيوزنوا القصائد بتاعتهم ويعملوها بنغمه معينه فكانوا محتاجين كل ما ينطق يكتب فيقول بنت جميله يحط نون ما يحطش تنوين زينا ودي اقرب دلوقتي للعاميه المصريه بس دي برضه ما بنكتبش دي يقول العلماء خطان لا يقاس عليهما اي طريقه املاء او النوع خط المصحف وتاني نوع الخط العروض امال احنا بنكتب بايه بنكتب بالإملاء الحديثة، إيه الإملاء الحديثة؟ شوية القواعد والقوانين اللي العلماء فضلوا طوروا فيها من أول ما قالوا الكتابة لحد ما وصلتنا النهاردة، فنحن لا نكتب إلا بالإملاء الحديثة، عظيم جدا جدا جدا. طيب، في مجموعة من الأخطاء الفاحشة التي يقع فيها أغلبنا رغم تفاهة هذه الأخطاء وسهولة تلافيها، أبرز مثال على ده عدم التفريق بين الهاء والتاء، رجالة بشنبات. عملت مع رئيس تحرير رجل محترم جدا وكان يتحفنا بالمقال اليومي لكنه للاسف لا يوجد التفريق بين الهاء والتاء. طب ازاي نفرق؟ موضوع صعب ومعقد والمصدر والخماسي والابدال لا 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 اي كلام فرق من ده. بفرق بين الهاء والتاء بثلاث طرق اسهل من بعض. اول طريقه مثلا ان انا بحط ياء الملكيه بتاعتي فكلمه مدينه مثلا لو انا ضفت لها هاء هتبقى ايه؟ مدينه نطقتها تاء إذا كلمة مدينة بالتاء وليس الهاء. لو قلت مياه هي نطقتها هاء إذا هي هاء وليست تاء. لو أنا قلت حياة تي نطقتها تاء إذا حياة بالتاء. لو أنا قلت هذه هي نطقتها هاء. يبقى أول طريقة حضرتك بتضيف فيها الملكية للكلمة محل الشك وتنطق نطقتها هاء إذا هي هاء نطقتها تاء إذا هي تاء. أو حط لها تنوين مدينة تن مياه هن حياة تن هذه هن برضو في النهاية النتيجة واحدة الحالة التالتة ضيفها الكلمة بعدها فيها ألف ولام حتى لو كلمة ملهاش معنى زي مدينة البهائم بتاعت عادل إمام مدينة برضو تاء مياه البطيخ التي نعيش فيها حياة البلح هذه المدينة إذا الطريقة الثالثة تؤدي إلى نفس النتيجة يبقى ما ينفعش أغلط في التمييز ما بين الهاء والتاء مرة تانية. طيب عندي مشكلة أخطر شوية يعني من الهاء والتاء وأعمق والناس يعني بتضيع فيها الآن وهي ألف الوصل وهمزة القطع، إيه يا عم الكلام القديم ده؟ ما تتبسط شوية، هقول لك. ألف الوصل وهمزة القطع يعني الألف أحط فوق همزة ولا تحتها همزة ولا أحطش خالص. بلعب اللعبة دي بطريقة معقدة جدا وبطريقة سهلة جدا، سيبك من المعقدة أنا نفسي مش حافظها. الطريقة السهلة ايه؟ الماجيك واو، الواو السحرية أو الطفاشة، واو الطفاشة، ايه واو الطفاشة دي؟ كل اللي حضرتك بتعمله انك بتجيب حرف الواو وتلزقه في الكلمة اللي أنت عاوز تعرف فيها همزة ولا لأ وتنطق. نطقت الهمزة؟ حطها. ما نطقتهاش؟ تحطهاش. ادينا مثال حاضر. كلمة اسم، حط واو وأنت هتبقى ايه؟ واسم الله، واس. أنا فعلياً نطقت السين بعد الواو مباشرة. ما بقولش واسم، لأ. واسم الله اذا كلمة اسم دون همزة إلى بقول إيه؟ والي؟ لا وإلى إلى نطقت الهمزة إذا إلى بهمزة أكتب وأكتب أنا أكتب إذا وضعت الهمزة لكن لو فعل أمر وأكتب يا فلان نطقت الكاف مباشرة إذا أكتب كفعل أمر مفيش فيها همزة امرأة وامرأة مش وإي امرأة وامرأة بلا همزة واستهلاك بلا همزه بلا همزه واعلان بهمزه والبيت والبيت مش وايل بيت بلا همزه يبقى القاعده المعقده اللي من ايام اعدادي او ابتدائي بنضرب عليها عشان مش عارفينها حلها في حرف بسيط اسمه الواو بتلزقه في الكلمه اللي بعدها تحل لك المشكله كلها. طيب في كمان مشكله ثانيه في ناس بتكتب حتي حاتي ويه عندي حرفين في لوحه المفاتيح ما لهمش اي علاقه ببعض. حرف بتسميه الالف المقصوره اللي هو ياء دون النقطتين، وحرف تاني ياء تحتيه نقطتين. احنا في مصر ما بنعترفش بيهم لكن العرب بيعترفوا بيهم ما بيعرفوش يقروا من غيرهم. اميز ما بينهم ازاي؟ موضوع في منتهى البساطه. كل اللي هتعمله انك هتنطق الكلمه. لو فتحت بقك يبقى من غير نقطتين، كسرت بقك بنقطتين. زي الى على ندى كل ده بفتح بوقي جدا كلها ايه؟ ألف مقصورة اللي هي من غير نقطتين. لكن لو قلت لك علي، إلي، ذكي، عبقري، إنساني يبقى محتاجة نقطتين. ها
هتتلخبط، مشيها كلها بألف مقصورة ما تحطش تحتيها نقطتين. في موقف حصل لما كنت ماسك الديسك المركزي في موقع دوت مصر، معانا زميلتنا اسمها ندى محسن. الجماعة بتوع الاتش ار اللي هيوردوا لا على جنة ولا على نار، ربنا يستر ما يكونش حد منكم اتش ار، خدوا اسامينا وكتبوها بالحب من غير ما يرجعوا لي. فالبنت ماسكة الاي دي بتاعها كان محرر الديسك هنا والجماعة بتوع الاتش ار هنا، والبنت داخلة وماسكة الكارت بتاعها وبتقول لهم مكتوب نون دال وياء محسن. تقول لهم ندي محسن ليه؟ محسن مش عاوز من خلقته حاجة، مكتوب لها ندي ملهاش أي تفسير تاني. ف زي ما اقول لك العيل السوي يجيب لأهله الشتيمة، كذلك الجماعة بتوع الاتش ار السوي يجيبوا نفسهم الشتيمة. بحبهم قوي الحقيقة، مش قادر أخبي أكتر من كده. يبقى اتعلمت إزاي أميز بين الألف المقصورة والياء، وإزاي أحط همزة وإمتى أشيلها، وإزاي كمان إن أنا أعرف الألف المقصورة من الياء. طيب عرفت الحاجات البسيطة دي، مفيش روشتة بقى حاجة كده شوية تي في الفيفتي زي ما بيقولوا علشان أخلي كتابتي منضبطة. في رقم واحد تنمية المهارات الأربع للغة. خلينا نقول إن أنا عشان أتقن أي لغة في الدنيا فأنا محتاج أربع مهارات مش مهارة واحدة: الاستماع، التحدث، الكتابة، القراءة. إحنا لما بنيجي نهتم نروح واخدين الكتابة بس وقافلين على كده، وده خطأ. الأربع مهارات لازم يمشوا بالتوازي مع بعض. بنبني الاستماع إزاي؟ الاستماع لأي نص بالفصحى. هات أغاني نضال قباني، هات ست أم كلثوم، هات براتيل المسيحية، هات النقشبندي، هات القرآن الكريم، لا نلزمك بشيء. كل يوم اسمع خمس دقائق لغة عربية. نزل من ناشونال جيوغرافيك أفلام وحطها على الموبايل في الوقت المايت في المواصلات اسمعها. هتفرق معاك جدا. هتنمي السمع فهينعكس على النطق وعلى القراءة وعلى الكتابة. تاني حاجة التتلمذ على كتاب قواعد بسيطة. لازم أعمل كتاب كده في البيت إيه من حين لآخر كده. أنا نفسي بعمل كده رغم إن أنا بقالي 16 سنة شغال في اللغة العربية. حاجات بتقع مني أنا بشر. خلي كتاب معاك بسيط تقدر ترجع له من حين لآخر، وأنا هحط لكم كتاب عظيم جدا اسمه النحو الميسر على الجروب بتاع فيسبوك. شوف واقرا، بسيط جدا جدا، مخلص النحو في 58 صفحة بالتدريب. تالت حاجة مراجعة ما نكتب أكثر من مرة. أنا ما بغلطش في الكتابة مش لأني عبقري ولا لأني عظيم ولا أي حاجة خالص، بس لأني براجع. حتى لو ستيتس عابرة على فيسبوك بكتبها بعد ما الضغط الشغلية تنتهي وخلاص اتخلص من الضغط بتاع الكتابة، أقرأها مرة واثنين وتلاتة أصلح اللي أقدر عليه. ده يخليك تتلافى 90% من الأخطاء الهبلة والعبيطة اللي بتقع فيها بسبب سرعة الكتابة. كمان الاعتماد على المدقق الإبداعي في مايكروسوفت وورد. أنت بتدوس F7 في مايكروسوفت وورد بيروح بيطلع لك بروف ريدر أو مدقق بيمشي كلمة كلمة والأخطاء بيلفت انتباهك ليها ويصلحها. بيصلح املاء ما بيصلحش نحو، مفيش مدقق بيصلح نحو لان النحو معتمد على فهم العلاقه بين الجمل، لكن بيصحح املاء بشكل سليم. وكمان عندك اكتب صح كموقع وكصفحه على فيسبوك موجوده، حاول ان انت تدخل عليها. بنستعرض الاخطاء اللي بيقع فيها الصحفيين، وكالات الانباء، المواقع، بنقول الصح والغلط، بنعمل فيديوهات بتوضح لك اللي احنا بنقوله بشكل بسيط. حاول تخلي زياره الموقع او زياره الصفحه ورد يومي ليك، مش هتخسر ابدا. العربي مش صعب على الإطلاق، احنا بس متأثرين بالفترة السيئة اللي درسنا فيها بشكل خاطئ تماما، بشكل بعيد عن استخدامه الوظيفي في حياتنا اليومية. لكن خلينا مع بعض ننسى اللي فات ونبدأ من جديد، نحاول نرسخ يقين جديد باللغة العربية وبأهميتها. وأنا موجود دايما للمساعدة. العربي بالنسبة لي هو يعني باشن، هو طريق لازم امشيه. اي حد محتاج اي مساعده دي الكونتاكتس بتاعتي، انا موجود في اي وقت. واتمنى يبقى السيشن دي دافع ليكم علشان كلكم تكتبوا صح. شكرا.